والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد بلقائكم في هذا الظرف الحيوي بالذات، ومسبقا أعتذر لديكم جميعا على قلة لقاءاتي معكم، وذلك لأسباب قاهرة مرتبطة مباشرة بالسهر شخصيا على حسن سير هذا الاقتراع الهام لبلادنا. وكلكم تعلمون بأن هذا الاقتراع من طبيعته يعني في كل دول العالم يكتسي يعني أهمية وتعقد تنظيمي وتسييري كبير جدا. فمعذرة إن لم تكن لقاءاتنا أكثر تعددا. فهذا عادة في مثل هذه المناسبات نبتدي دائما بظروف افتتاح الاقتراع، يعني بداية الاقتراع، فنتأكد دائما بأن الهياكل والوسائل البادية والبشرية المجندة قد جندت فعلا وسخرت فعلا في عين المكان وفي الميدان. فكان لنا ذلك عند افتتاح الاقتراع، ففي الساعات الأولى تأكدنا من حسن سير المكاتب والمراكز الانتخابية ووجود التأطير الملائم لها. فبالطبع كانت في أكبر مناطق الوطن كانت يعني المواعيد محترمة لفتح المكاتب والمراكز، وبالطبع لم يكن ذلك ممكن 100% لأسباب تعرفونها كلكم، لأن هناك بعض العراقيل واجهت هذا التنظيم ووجهت هي بدورها بحكمة وبصيرة من مختلف السلطات حتى يعني نضمن للشعب الجزائري سيرورة يعني اقتراع في هدوء وسلامة وعدم الاستجابة لأشكال العنف المسجلة في بعض الحالات. إذن بعد هذه الملاحظة المرحلة الثانية تكمن في متابعة نسبة مشاركة الناخبين. فمنذ الساعات الأولى سجلنا على كل حال بأن نسبة المشاركة لا تختلف مع نسبة المشاركة في الرئاسيات 2014، ثم أن نسب المشاركة في المرحلة الثانية ارتفعت شيئا ما، والآن فهي في يعني مستوى يوحي بأن الاقتراع 12 ديسمبر 2019 هو اقتراع يعني نال يعني مشاركة مرضية تتناسب وطموحات الشعب الجزائري في الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. فمثلا سجلنا لحد الآن مثلا أن 19 ولاية سجلنا بأن 19 ولاية تفوق نسبة المشاركة فيها 20%، و19 أخرى تفوق نسبة المشاركة فيها 25%، والباقي أي 10 ولايات تتراوح نسبة المشاركة فيها من الضعيف جدا إلى متوسط ومقبول. هذه
يعني الإحصائيات التي يمكن صرفها، مع الملاحظة أن في هذا الاقتراع كان تواجد ممثلين المترشحين بكثافة عبر مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع، إذ أنها على مستوى مكاتب الاقتراع يفوق عدد الممثلين للمترشحين يفوق 50,000 51,000 ونيف من الممثلين للمشاركة، من بين 118,000 ممثل الذين عينوهم المرشحين. وأظن بأن عادة ممثلين المترشحين يعني لا يتفاوتون بكثرة في بداية الاقتراع، ولكن يتوافدون بكثرة عند نهاية الاقتراع وبدء في عمليات الفرز. إذن ننتظر ونظن بأن عدد ممثلين المرشحين يكون في تزايد إلى غاية غرق عملية الاقتراع. لماذا أشير لهذه النقطة بالذات؟ أشير لها لأن السلطة الوطنية المستقلة أخذت يوم أمس قرار هام جدا، ألا وهو السماح وتمكين ممثلين المرشحين بمرافقة محاضر الفرد من اللجان البلدية الولائية إلى مقر السلطة الوطنية بالعاصمة ومقر المجلس الدستوري. وبهذه المناسبة أحيي يعني قرار قيادة الجيش الوطني التي قررت مساعدة السلطة الوطنية المستقلة في تمكين هؤلاء الممثلين المرشحين ولجان ذلك نقلهم من أعماق الصحراء. أنكم تعلمون بأن بعض المكاتب في الصحراء تبعد بعضها على بعض 800 و1000 كيلومتر، إذن ترافق وتحمل هذه اللجان وهذا المشاركين عبر أعماق الصحراء إلى مطار هواري بومدي. فإني كرئيس السلطة أشكر قيادة الجيش على هذه المساعدة، وهو ما يندرج بالطبع في تعهد قيادة الجيش بمرافقة الشعب الجزائري في مسعاه للخروج من الأزمة واختيار رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية شفافة وحرة. هذا إخواني أخواتي يعني كل ما وددت يعني التصريح به أمامكم. إن سمحتم يعني أعطي نفس المعلومات لظروفنا الصحافة الأجنبية، وأتكلم باللغة الأجنبية حتى يعني نسهل لهم المهام. Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse étrangère accréditée en Algérie, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en Algérie et de vous adresser un salut bien amical. Comme je l'ai dit en direction de nos journalistes nationaux ici présents, je vous dis que je suis désolé de ne pas avoir pu vous rencontrer plus souvent et vous avoir donné plus d'informations parce que dans le jeu que nous vivons, existent des obligations liées à la mise en place de toute l'organisation nécessaire à ce jeu et de veiller à ce que tous les paramètres auparavant fixés soient réunis pour la réussite de ce scrutin. Je vous résume les statistiques que j'ai pu adresser au cours des trois séances qui ont eu lieu jusqu'ici. D'abord, concernant les taux de participation, parce que finalement, c'est là le point le plus important, nous notons à l'heure où je vous parle que le taux de participation est comparativement à l'élection présidentielle de 2014 est
dans des limites, sinon quelquefois un peu plus élevées que, qu'en 2014. Et pour résumer ces statistiques, nous enregistrons que 19 wilayas dépassent le taux de participation de 25%, alors que 19 autres dépassent le taux de 20%. Donc nous avons 38 wilayas qui dépassent le taux de 20%, dont 19 dépassent le taux de 25%. Je remarque aussi que les représentants des 5 candidats à la présidence de la République sont présents en force dans les différents centres de vote et les différents bureaux de vote, puisqu'au niveau des bureaux de vote, leurs chiffres enregistrés avoisinent les 51 000 représentants. Ce chiffre est appelé à connaître une augmentation, puisque traditionnellement, les représentants des candidats dans toutes les élections ne s'intéressent pas beaucoup au déroulement du scrutin lui-même, mais s'intéressent beaucoup plus au dépouillement et au contrôle des opérations de dépouillement. Et à cet égard, j'ai signalé que pour la première fois en Algérie, je ne sais pas si c'est aussi le cas ailleurs, l'autorité nationale indépendante des élections a décidé de permettre à tous les représentants des candidats d'être donc présents naturellement et légalement, ce qui est le cas dans tous les pays du monde depuis toujours en Algérie, de participer donc et d'être présents au moment du dépouillement. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'ANI leur permet d'accompagner les PV de dépouillement et les PV de consolidation élaborés par les commissions électorales communales et de wilaya, et de les transporter en même temps que les membres des commissions, donc aux frais de l'autorité nationale indépendante des élections, de les accompagner de tous les coins d'Algérie jusqu'au siège de l'ANI pour voir déposer ces dossiers et au siège du Conseil constitutionnel, ce qui renforce la crédibilité, puisque c'est là aussi une garantie de plus pour le dispositif que nous avons mis en place et qui tend, bien sûr, par des moyens technologiques, humains et juridiques, à garantir cette transparence et cette sécurité du choix populaire. Voilà à peu près ce que je pense être utile pour la connaissance des données du scrutin qui se déroule aujourd'hui. Donc, si vous avez une ou deux questions pour approfondir plus la chose, je suis disponible, mais s'il vous plaît, ce n'est pas une conférence de presse que j'ouvre en principe. C'est une simple déclaration, un simple point de presse qui est organisé traditionnellement dans ce cas. Mais puisque vous avez exprimé le souhait de rencontres plus nombreuses, je profite de celle-là pour être disponible et répondre à vos questions. Monsieur le Président, Tariq Babi pour Radio France Maghreb. Oh, merci. Monsieur le Président de l'ANI, Tariq Babi pour Radio France Maghreb à Paris. Ce qui nous intéresse, nous, d'une manière particulière, c'est le taux de participation des Algériens à l'étranger. Et une question technique, est-ce que le dépouillement a lieu à l'ANI ou au Conseil constitutionnel? Merci. Je vous remercie. Le taux, puisque dans certains pays, le vote a été clôturé, par exemple, comme à Séoul, le vote a été clôturé depuis 4 ou 5 heures, selon donc qu'on soit à l'est ou à l'ouest de la planète. Le dépouillement a lieu, comme dans tous les pays du monde, a lieu au bureau de vote. C'est dans les bureaux de vote que le dépouillement a lieu en présence des électeurs. Et j'insiste sur en présence des électeurs, en présence des représentants des candidats et
sous la responsabilité de commissions électorales qui sont présidées au niveau communal et au niveau donc départemental par un magistrat. Et dont le vice-président de ces commissions est le représentant de l'autorité nationale indépendante des élections. Donc, une garantie de sérénité, puisque cette composition permet une impartialité, je ne dirais pas parfaite, puisque l'être humain, par définition, ne peut pas être quantifié dans l'absolu, mais une impartialité quand même qui est d'un bon niveau, puisque les magistrats universellement sont connus pour cela, et les représentants de l'ONU, par le caractère indépendant de cette institution, ont aussi l'obligation d'avoir cette impartialité, cette neutralité dans le traitement des dépouillements. Voilà, je pense avoir répondu à votre question, monsieur. Le pourcentage pour l'étranger, au jour d'aujourd'hui, dans certaines régions, puisqu'il y en a 8, nous sommes arrivés dans certaines régions à 15%. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas le taux général. Mais on espère dépasser les 12% pour l'ensemble. Naam. تفضل سي محمد فتح. تظلمات من أي؟ من إيش؟ نعم. شكرا سي محمد فتح على هذا السؤال. كلمة تجاوزات في الحقيقة ما تكونش مناسبة في هذه الظروف، لأن احنا موعدين الشعب بأن لغة الخشب ليست سماتنا. الالتزام بالنزاهة يتطلب قول الحقيقة، وما ننكروش بأن فيه في بعض المناطق يعني أعمال تحول دون سريان الانتخاب بصفة هادئة، فبعض المواطنين يذهبون لأداء واجبهم يتلقون بعض الصعوبات لا داعي لسردها، فكلنا نعلم ذلك. لكن أنا أشيد هنا بهذه المناسبة، أشيد بالتحكم في النفس والبصيرة والحكمة التي يتحلون بها المسؤولون على حفظ النظام العام، وأتمنى وألح على أن يتم ذلك كذلك، يعني بالتحكم والبصيرة، حتى لا الشعب الجزائري يتألم من هذا الاقتراع اللي هو اقتراع الأمل. إذن هناك يعني بعض النقاط اللي تحول، ولكن في مناطق أخرى يعني الإشكاليات الموجودة يتم المعالجة نتاعها بإيجاد البديل لما حدث. مثلا إذا كان غير ممكن إجراء عملية انتخابية في نقطة ألف، فأخذنا قرارات قانونية بتحويل المراكز أو مكاتب إلى مناطق تكون أكثر أمنا. أما طرق طعن احتجاجات المرشحين فهم أحرار على كل حال أن يتقدموا أمام المجلس الدستوري بعد إجراء الفرز بتسجيل ملاحظاتهم في المحاضر، وإذا رأوا بأن هناك ما عاق ممارسة يعني مؤيديهم أو مناصريهم من حق التعبير على المساندة، فمن حقهم أن يسجلوا يعني طعون أمام المجلس الدستوري، ليس أمام السلطة الوطنية، أمام المجلس الدستوري الذي سيفصل فيها بكل سيادة إن شاء الله. بارك الله فيك سي محمد. بالنسبة للأسماء سيد شوقي،
أنتم كشرطة كنتم تتحكمون في زمام الأمور، يعني كان الجو مهيئ بالنسبة للانتخابات. إذن إحنا نشوف العديد من المواطنين الناخبين اللي ما صابوش أسماءهم في السجلات، يعني حتى أن اليوم تصادف مع وزيرة راح تنتخب ما صابتش الاسم نتاعها في السجل، يعني ما هو تفسيركم لهذا؟ التفسير تقليب بحث، يعني لأن كلكم تعلمون بأن السنة لأول مرة قمنا بإعداد البطاقية الوطنية للكتلة الناخبة، فقد تم إحداث عدة مراكز وعدة مكاتب جديدة يعني نتيجة التطبيق المعلوماتية، ولكن في نفس الوقت وضعنا مكتب توجيه ضمن كل مراكز التصويت، والذين وأصدرت بيان في هذا المجال، يعني منذ حوالي ساعة أو ساعتين لما بلغني الأمر مثل ما تفضلتم، لدعوة من لم يجد اسمه في سجل القائمة الانتخابية ولديه بطاقة الناخب أن يتوجه لمكتب التوجيه الموجود على مستوى المركز، ثم يعني سيعين له المركز الذي هو حقيقة مسجل فيه أو المكتب الذي هو حقيقة مسجل فيه. والذين لم يحملون بطاقة الناخب قررنا أيضا بأن مجرد التقدم بالوثيقة تثبت الهوية كافي لأداء هذا الواجب. وشكرا على هذا السؤال لأنك سمحتيني باش يعني كررت نفس التوجيهات اللي أعطيتها من قبل. تفضل. نعم، أين أنتم؟ أين أنتم؟ تفضل. التوقيت المحدد لحد الآن للإعلان عن النتائج. شوف تنبؤ يعني بتحديد الوقت، أنا لا أعلم متى يعني سأحصل يعني على كافة النتائج لشساعة الوطن الجزائري. زوز ملايين و 250 ألف كيلومتر ما شاء الله، مش سهل باش نتقرر بلي على 12 تاع الليل الناس الكل تكون هنا ولا على 6 تاع الصباح، لكن انا خذيت قرار باني لا اكون من الذين يحكمون يعني المعلومه لديهم، خاطر ما عنديش فايده. انا مبشر الشعب الجزائري لمجرد ان يتوفر لديه اليقين بان النتيجة راهي شاملة وشملت كافة الماء، ولكن هو الإعلان تاعنا هو قرار مؤقت مثل ما تعلمون، يعني هي نتيجة مؤقتة والرسمي يأتي من قبل المجلس الدستوري إن شاء الله، لكن كونكم هانيين يعني ستأتيكم في وقت مقبول جدا. نعم، بخصوص نهاية توقيت نهاية الاختراع، ماذا تمديد أو لا؟ احنا سمحنا لبعض المكاتب المتنقله او في ظروف خاصه بالتقديم، ولكن نهايه الاقتراع ستكون بالنسبه للجامعه السابعه يوم 12. شكرا جزيلا. اخر مصباح اللي اعطيتها لك في البدايه قلت لك 20.43 بالنسبة للكتلة الناخبة حاليا في الجزائر. أستاذ السؤال أخير، نعم، علي عفوا خويا العزيز، 20.43 هذا دون ما يتعلق بالجالية المجتمع الخارجي، وأني جاوبت على الأخ تاع مغرب نيوز قبل فيما يخص هذه الجالية. تفضل أخي العزيز. تقارير اليوم هناك بعض الاقتحامات من جانب المظاهرين في العاصمة، في بعض الأماكن الأخرى في العاصمة، هل لم يعلمكم هذه المعلومات؟ تؤكدون أم تنفون؟ والله أنا شخصيا لحد الآن يعني وردني هذا الخبر هنا في أروقة السيسي، سأتأكد من ذلك، ليس لدي لا معلومة ولا يقين في هذا المجال، لم أبلغ به قبل ما جئ إلى هنا. لا هذه صراحة يعني ما إذن بارك الله فيكم. يا أخي ساعة
وقت الوقت على الثانية ولا الثالثة؟ آخر مسألة الثالثة أم الثالثة؟ الثالثة هذه لا الثانية. نعم لا لكن أنا أتيت متأخرا وأتيت لكم بأحدث المعلومة. كنت قادر نأتي لك سيدتي بتاع الساعة خاطر في البرنامج نتاعنا محطوطة الساعة كذا والساعة كذا، لكن لما أتيت هنا قلت أعطوني آخر معلومة نبلغ بها الصحف. شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيكم. لا. نعم لا اليوم لا أعيدكم يعني بصفة قطعية، اليوم لا أعيدكم بصفة قطعية، لكن سأحاول يعني قبل غلق الاقتراع أن أأتي إليكم وأبلغكم مثل ما أبلغ بها الصحف، سأأتي من أجلكم. نعم هاني قلت لك لا انتم كتفتوني بكلامي وانا عند وعدي ان شاء الله، انا عند وعدي ان شاء الله. بارك الله فيكم ميدام ميسيو، او روفوار اي ا لا بروشين رونكونتر افيك فو.